بسم الله الرحمن الرحيم. حميد بومجان المدرب النادي الرياضي اصدقاء فاس والمدير التقني. هذه الوقفه الاحتجاجيه هذه درناها لان كانت سبقه حتى واحد الوقفه الاحتجاجيه باب الجامعه، وقررت الجامعه ان تخرج يعني الرياضيين اللي كانوا في المعسكر الوطني باش دير اختبار انتقائي اخر. وكان تفاجؤوا فجينا يعني المركز محمد السادس للمعاقين باش ان الرياضيين ديالنا اللي كانوا مقصيين باش يديروا اختبار والبقاء الاقوى. كان تفاجؤوا ان بواحد السيده موظفه ديال الشبيبه والرياضه اللي هي في الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص في وضعيه اعاقه، وقف لنا في الباب ما خلاتناش ندخلوا. قالت لك الرياضيين يدخلوا والمدرب ما يدخلش. واش حنا يعني ما كايناش في شي رياضه ان الرياضيين يدخلوا بلا مدرب؟ يعني هذا العبث. ما من شيء موقف بدون قرار، يعني هذا غير من القرارات ديال نفسها هي وتعسفان بالنسبه لهاد الرياضيين اللي يعني قصاتهم. قرروا الرياضيين ان ما يمكنلوش يدخل يدير يعني الاختبار الا من بعد ما يدخل المدرب معاه، لان خصو يكون معاه في التسخينات، يكون معاه في المنافسه، يكون معاه في بزاف ديال الحوايج. وهاد الرياضه هذه ديال الباور ليفتينغ راه مساله حسابات، كيخصك تتبع مع الرياضي ديالك ومع الخصوم باش كتعطيه يعني الثقل اللي غادي يمكن له يمشي به. هاد الناس هادو قال لك لا يدخلوا الرياضيين باش يديروا بهم ما بغاو، وخير دليل انهم يعني على الصعيد الدولي كاين جوج الفئات، فئه الشبان وفئه الكبار. فئه الشبان قل من 20 سنه، هاد الناس هادو داروا واحد الفئه جديده اللي من خرجوها من راسهم اقل من 25 سنه باش يدوزوا واحد الرياضي اللي عندهم هما به رغبه. خالق من مواليد 1999 وكانت المينيما كبار 170، هو هبطوا له ل 145 باش ان غادي يمشي بالسيف عليكم. ها انتم درتوا وقفه احتجاجيه في الجامعه وانتم درتوا، المهم حنا كنديروا اللي في راسنا. باب الحوار مغلق ما لا راه الى حتى شي عضو جامعي ما خرج يتحاور معنا. يعني تعسفا كيصيفطوا لنا هذه اللي هي كاتبه ديال الرئيس، ما عندها حتى شي صفه داخل الجامعه، هما كيسوقوها ككاتبه كمديره عامه. وهذا المنصب عمره كان من 1984 الى حد الساعه ما كانش هذا المنصب في الجامعه، خلقوا لها هذا المنصب تهربا من المسؤوليه ديالها داخل الوزاره. هذا هو العنوان ديال هذه المرحله هذه ديال هذه السيده هذه الموظفه هذه اللي كتعسف علينا وعلى الرياضيين ديالنا. ما من شيء الا تتقول انايا راني في الوزاره وانا غادي نغطي على الجامعه. بغينا هاد الناس هادو اللي في الوزاره كيساندوها وكيوقفوا معاها باش تعسف علينا، علما ان الرياضيين اللي كاينين دابا على برا هما المتميزين في المغرب. واذا رجعنا النتائج ديال البطولات المغرب او لا كاس العرش تلقاهم هما الاوائل، وخير دليل البطله البارالمبيه والاولمبيه نجاه القرعه وحياه القرعه متواجدين حتى هما على برا. هما بغاو يهرسوا الصف ديال الوليدات باش انهم، وهي رقم واحد في المغرب لا ذكور ولا اناث. وحتى بالنسبه للالعاب البارالمبيه ان شاء الله ديال باريس 2024 من بين الرياضيات المرشحات لهذا الرياضه هي نجاه القرعه والاخت ديالها حياه القرعه. اما حتى ما باقي اخر كنتحداهم واش تاهل شي رياضيه من بين هذا من غير هاد جوج الرياضيات. وشكرا. هل يعقل ان رياضي كيدخل بلا مدرب، انه يتم اختبار او مشاركه وطنيه وهذا يدخل بلا مدرب؟ هادشي ما عمرنا ما شفناه. فهذا كيتسمى يعني استفزاز الرياضيين واقصاء للرياضي. الا عندهم شي مشكل فبينهم وبين المسؤولين، يعني ما يكونش رياضي ضحيه في هذه المشاكل هذه. ميداليه ذهبيه ورقم قياسي اولمبي 2012 وميداليه نحاسيه كذلك في دفع الجله في 2012. الحمد لله حصلت على ميداليتين اولمبيتين، والان يعني بدلت الاختصاص ديالي في رياضه صعيبه اللي هي رفعات القوه، اللي هي الوعد ديالي لصاحب الجلاله نصره الله الرياضي الاول. فبالتالي كنتفاجئوا هاد الناس كي يعني صراحه يعني كنتحاربوا بزاف، ما خلوناش اننا نزيدوا مثل الوطن ديالنا احسن تمثيل، وحنا مستعدين اننا نزيدوا مثل البلد ديالنا احسن تمثيل، ومازال نعطيو في هذه الرياضه هذه. فبالتالي كنتفاجئوا ان هناك نزاعات اللي كتخلي ان الرياضي يكون هو الهدف المقصود. هذا الشيء اللي كاين. بقينا هنايا جالسين في الشمس والحر وحرمتنا من المشاركه للمره الثانيه، وما عرفناش البديل ولمن الطلب وفين الصياغه. كنتمناو من الرياضي الاول صاحب جلاله الملك محمد السادس هو اللي يحل هذا المشكل، حيت توجهنا للسيد الوزير وما نصفناش، وتوجهنا للجامعه ما نصفتناش. بثت الرساله ديالنا وبينت الراي العام، وكنقول الراي العام يشجع يعاوننا ويساندنا حيت هو اليد ديالنا في هذه القضيه. جينا باش ندير واحد الاختبار للجامع، الا كنا كنتصادفوا مع المديره نتاع الجامعه الملكيه ذات الاشخاص المعاقين، منعتنا من الدخول ديال المدرب ديالنا. هادشي لا يعقل. بالنسبه للي بار كاملين كيعرف كل واحد وشحال يمكن له يهز، وكل واحد كيف حال باش يلعب له على المورال ديالو باش يحفزه باش يمكن له يشارك.
وان شاء الله غادي يكون غادي يكون ان شاء الله باذن الله اعتصام. صامدون صامدون ها هنا واقفون، صامدون صامدون ها هنا واقفون صامدون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.